عسلامة. عسلامة اختي. لاباس؟ لاباس عايشك الله يبارك لي. أتمنى أروح. أنا نجيت من تطاوين. مرحبا بيك. عايشك وبيك أكثر. انت مدام نجيت اليوم تحب تحكي على مشاكل ولاية تطاوين. يعني حبيت نحكي قطرة من فير معناها باش بإيجاز معناها. ما نسالش. مثلا نقص أماكن ترفيهية. نحكي شو اسمه الشغل. شباب شيء ما ثماش شغل معناها اكثر حاجه البريفي معناها خصوصي اللي خاص يعني. اللي اصحاب الشهاده العليا والشيء اللي جبر الشباب يهاجر لبرا. نسبه كبيره من الشباب كلهم حرقوا يعني. اي يقول لك ما ثماش خدمه، ما ثماش واحد حتى بعد باش يعمل بيتي بروجي ولا ما ثماش شكون اللي يشجع، ما ثماش شكون يشجع حتى من السلطات اللي ولا شو اسمه المسؤولين اللي قله نادر، فهمتني؟ وحبيت زاد نحكي على المراه الريفيه. أيوة عندها بالنسبة للمرأة عندها برشة جوانب إيجابية وتحاول كيفاش معناها تقدم، خاصة اللي عندها معناها حرفة اللي عندها، أما التشجيع هو اللي بصراحة ما مثلا يعني نلخصوا الحكاية انه ما فماش تشجيع من المسؤولين في كل شيء، كسؤال الشباب كسؤال المرأة، كل واحد هنا يعمل يحاول من منطلقة متاعة من بصفة عفوية بصفة معناها يحاول كيفاش يبدأ في المشروع ويحاول كيفاش ينميه ويطوره ويعملها في معناها في طور الانجاز معناها. مثلا في تطاوين اكيد فما شكون عاملوا مشاريع وناجحه معناها. اي ثم، اما معناها مش الاغلبيه راهم بصراحه لان الاغلبيه حتى ثم مشاريع وما ثماش شكون يشجع. نرجعوا مثلا نحكيوا على الشباب اللي اغلبوا حرق، هل ترى انه الاولياء هما بيدهم في الجنوب غاديك ولوا يشجعوا صغارهم انهم يمشوا؟ اي انا معاه، الاغلبيه يشجعوا وانا معاه، لان ما ثماش ما خير معناها يمشوا حتى ولو هي لا محاله فيها جانب معناها كبير من جانب سلبي كبير، ولكن على كل حال خير من البطاله وجاي وقعد. على الاقل كما الحادثه نحكي على الشباب اللي هاجر ويخدم، يحاول كيفاش يخدم باش يعمل البروجي في بلاده. سواء مثلا الحادثه اللي صارت في جرجيس هذيك اكيد اثرت فيكم معناها. بالنسبه للجنوب الشرقي كل مشكل تطاوين وقابس ومدنين كل اثرت فينا، حتى الجمهوريه كلها هي خاصه في تونس كامله. اي مثلا كي تقول لي راهو الاولياء هما بيدهم يشجعوا في اولادهم، والله ما كي يسمعوا هكاك اكيد باش تاثر فيه. راهو حتى ولو يشجعوا راهو على مضض، لان ما لقوش معناها الضروره حكا او اخر حل ما ثماش معناها، عرفتي؟ وانا بصراحه انا معه خاصه الشباب اللي هاجر لبرا ويعمل قلب ويخدم على روحه ومعناها يحاول كيفاش ينمي بلاده، عرفتي يا اختي؟ اي يعني انت كي تشجع فيهم تنجم نهار انت بيدك تهاجر؟ والله شوف بالنسبه لي انا الهجرة تحكي معناها تقصد هجره تقصد مثلا تمشي تحرق؟ لا انا بالنسبه لي ما نمشيش نحرق بصراحه لا، اما شنو وقت اللي تواتيني فرصة كيفاش نمشي مش بحرق، تواتيني فرصة معناها بصفة منظمة نمشي عادي بصراحة. يعني أنت بيدك تحب تمشي؟ نمشي أما بصفة قانونية، فهمتي أختي؟ بصفة قانونية نمشي عادي. أما يا حبذا كان ينمون مشاريع معناها يبدأ يطور الإنجاز وندخلوش به. معناها تولي المشاريع اختي من بشويه معناها صغرى تولي حتى بشويه حتى لين يكبر، واحده تعمل بيتي بروجي وتدخل معاها بنات وتدخل، عرفتي؟
انت مثلا في تطاوين مش عاجبك الوضع ولا عموما؟ والله شوف، راه الناس يحبوا يخدموا على الارواح، لكن ما ثمش شكون يشجع صراحه. عندها تلقاها حتى خاصة المرأة الحرفية، المرأة الحرفية اسمعيني بصراحة ما ثماش تشجيع، ما ثماش تشجيع، وما ثماش حتى كيفاش، حتى اللي بيعمل مثلا يحاول كيفاش يبدأ في المشروع نتاعه، ما ثماش شكون يشجع، مثلا باش تولي هي من منطلقة نتاعها بشويه بشويه وتولي. عندك مشروع انت مدى؟ انا عندي مشروع نتاع شو اسمه خياطه نتاع نسيج، اي نتاع نسيج، اي ولكن مثلا ما شكون يشجع. الحرف معناها حرف في الصناعات التقليديه؟ التقليديه اي عندي، اي عندي، اي اما ما ثماش، ما ثماش شكون يشجع. حتى وقت اللي تمشي شكون للسلطة يقول لك ارجع غدوه ارجع غدوه. مشيت انت مثلا دقيت الباب؟ دقيت الباب وين مشيت؟ مثلا شو بنقول لك؟ للولايه. للولايه شنو هذيك؟ ارجع غدوه ارجع غدوه موجود في كل. شنو كان مطلبك وقتها يعني كي مشيت؟ مثلا انا كان مطلبي حتى ولو قرض، حتى بقرض. تو استنى تو استنى تو استنى، فهمتني؟ كو تولي واحد مش لازم، انا يبدا ما مش لازم يضيع الوقت، انا يبدا ما حتى بشويه بشويه، هو حتى كيف ما يوصل يوصل. كو معناها نرجو انه تشجيع منعدم، كاد يكون منعدم، انا ما نقولش منعدم خلاص، ولكن يحاول واحد راهو انت من المتلقى نتاعك، اللي يحب يخدم على روحه، اسمعيني، اللي يحب يخدم على روحه حتى بشوي بشوي يوصل راه، مش لازم. نجحت مشروعك حتى بالامكانيات اللي عندك انت البسيطة؟ اي نجحت، وي نجحت من غير هنا القوة تقريبا. اي لأن استنيت وبعدها اللي قلت لك واحد يعتمد على. باش نخلي لك مدام كلمة الختام، شنو تحب تقول؟ يحاولوا كيفاش معناها شو اسمه فضاءات ترفيهيه ناقصه، الشباب يحاولوا كيفاش معناها الشباب راه بصراحه الشباب خاصه في هي كل الفئات العمريه، لكن في الشباب خاصه الشغل تشغيل. والله كان ثم معناها حتى كيفاش يشجعوا، راهي بلادنا بصراحه خاصه التطوين. يعطيك الصحه.